لما تملى بالخير وفيها يفرح الغير ومنها تحلى أيام سابق الطير ونجاري هو نطير آمنا بتغيير شباب حقق حلاما. السلام عليكم ورحمة الله. المساء معكم يطيب واللقاء بكم يتجدد، وهذا الفتور غانم يحييكم في إطلالة جديدة من برنامج حياتنا أحلى. هل استوطن العنف ضد الطفل داخل الأسر الليبية ليبلغ مبلغ الظاهرة في ليبيا؟ ما هي الأشكال، دوافع وتداعيات عنف يعده كثيرون واحدا من اختلالات المنظومة التربوية؟ كيف يتعامل المجتمع مع وقائع يتبادل فيها الأهل والطفل موقع الجاني والضحية؟ ثم أية مداخل لتطبيق العنف ضد الطفل وقاية وعلاجا؟ وكيف تتحدد مسؤوليات الفاعلين في المجتمع؟ العنف ضد الأطفال موضوع حلقتنا هذه الليلة، استضيف فيها كل من الأستاذ ساسي موسى أخصائي إرشاد نفسي وتعديل سلوك، والأستاذة لطفية التير مدير الإدارة العامة لرياض الأطفال بوزارة التربية والتعليم. البداية بهذا التقرير. حياتنا غير لما تملى بالخير وفيها يفرح الغير. العنف لا يصنع الرجال ولا يبني الأمم، فعندما تتحول كتلة الفرح والبراءة إلى قنبلة موقوتة نتيجة المعاملات السيئة وممارسة الإيذاء والضرر على من يمثلونها من قبل أقرب الناس إليهم، تموت البراءة ويفقد الأمل تدريجيا في تكوين أجيال قوية يسعى من خلالها المجتمع لتحقيق الرخاء والتنمية. العنف ضد الأطفال وباء عالمي يزداد سنويا، تسعى كل المجتمعات للقضاء عليه ومحاربته وحماية الأطفال من مغبة التعرض له مرارا وتكرارا بفرض القوانين الحامية وتفعيل الموجود منها وتحميل الجاني مغبة أفعاله على أضعف المخلوقات في البيت. سوء الأوضاع الاقتصادية للأسرة المتمثلة في الفقر والبطالة، ناهيك عن التفكك الأسري وإدمان رب الأسرة على الكحول والمخدرات، تعد أسبابا قوية تدفع إلى ممارسة العنف ضد الأبناء لتفريغ الضغط النفسي ومحاسبة الأطفال على أوضاع لم يكونوا طرفا في وجودها. يضم العنف ضد الطفل كافة أشكال الضرر والإساءة عندما يترجم إلى كدمات وكسور وأضرار تلحق بالجسد، فتكون عارية مكشوفة للعيان تنتهي بمضي الزمن إن لم تتكرر، في حين تبقى الآثار النفسية المترتبة عليها وعلى الإهانة اللفظية حبيسة نفسها الصغيرة وعقليته البكر التي أفسدت أول أوراقها البيضاء وشوهت نتيجة سوء المعاملة من أقرب الناس وقدوته في حياته. الهروب من المدرسة ورفض الدراسة والعزلة والانكماش ونزعات الصدام والعنف تحول الأطفال إلى معدومي الثقة والشخصية ويجعل منهم مكتئبين وملأ بالأمراض والعلل النفسية التي تمتد آثارها على المدى البعيد، فيتحول الطفل إلى مراوغ حاقد وغاضب ينتظر اللحظة المناسبة للانتقام من الجميع. يبقى الأمل دائما موجودا للتقليل من هذه الظاهرة المرضية بجهود المهتمين والمخلصين من المتخصصين لنشر التوعية والإرشاد والتنبيه لخطورة العنف الموجه للأطفال في مجتمع يحتاج كل أفراده مجتمعين للنهوض بركب التنمية وإنشاء مجتمع سليم يبدأ بنواته الأسرة. حياتنا غير لما تملى بالخير وفيها يفرح الغير. السلام عليكم، أرحب بك أستاذ ساسي موسى أخصائي الإرشاد النفسي والتعديل السلوكي، مرحبا بك. بارك الله فيك على البرنامج الرائع هذا بصراحة، يعني استضافتكم في البرامج يعني تهم كل شرائح المجتمع خاصة شريحة الأطفال. نعم. درجة أولى. أستاذة لطفية السلام عليكم، أهلا وسهلا بك.
أهلا بك أستاذ، أهلا بك، حياك الله. أبدأ معك أستاذ ساسي. أولا نريد مفهوما أو كيف نبين المفهوم الحقيقي والتعريف الواضح للعنف ضد الأطفال. كويس. طبعا موضوع العنف ضد الأطفال موضوع كبير وشائك، طبعا ما نقدرش نوفوه في حلقة أو في حلقات، إن ظاهرة العنف ضد الأطفال تعتبر ظاهرة عالمية ومعروفة من قدم الأزل، يعني معروفة المشكلة هذه وتزيد كل يوم. ما فيش إحصائيات حقيقية أو أرقام حقيقية تتكلم عن المشكلة هذه، لكن في مؤشرات يعني أعطتنا نوع من الإشارات بأن رأى فيه مشكلة، ومشكلة رأى هي مشكلة. نعم، قبل أن نتكلم عن هذه الإحصائيات وهذه الإشارات التي تدل على وجود هذه المشكلة، نريد منك تعريفا، ما المقصود بالعنف ضد الأطفال؟ هو مثلا توبيخ الطفل وضربه وإهانته سواء في البيت أو في المدرسة أو في المركز التحفيظ؟ كويس. العنف كما بنعرفه بصفة عامة هو إيقاع، طبعا إيقاع الأدب الطفل بشتة أنواع، سواء كان بالعنف اللفظي، العنف الجسدي، العنف العاطفي، بالحرمان، بالإهمال، في عدة أنواع من العنف، وكلها تأثر تأثير كبير جدا على نفسية الأطفال بصفة عامة. نعم. أكثر عنف احنا منتشر عندنا للأسف الشديد حسب ما لاحظنا في السنوات الأخيرة هو الضرب المبرح للطفل بصفة عامة والإهمال، يعني أكثر المؤشرات اللي تعطينا أنه موجود عنف خاصة ضد الأطفال بصفة عامة. والعنف ديما طبعا احنا أكثر ضحية تكون الطفل بصفة عامة بحكم أن الشخصية الضعيفة، الشخصية اللي ما تقدرش تدافع على نفسها، اللي ممكن مثلا ما عندهاش الحيل الدفاعية اللي يقاوم بها الشخص اللي وقع عليه بالعنف بحد ذاته، أو أن هي الشخصية ما تقدرش تتكلم عن نفسها وتاخذ حقها بإيدها، هذا علاش طبعا صار لها العنف بصفة عامة. نعم. وزي ما قلت طبعا العنف طبعا اشكال متعدده توصل حتى من 20 الى 30 نوع او اكثر من انواع الاخرى من العنف، يعني واخطر شيء طبعا احنا نسموه فيه العنف النفسي، الاثر نتاعه تكون اكثر حتى من العنف اللي هو نسموه فيه احنا الجسمي اللي يصير على الطفل في حد ذاته يعني. نعم. استاذه لطفيه، هل فعلا اصبح العنف يتنامى داخل الاسر الليبيه ليبلغ مبلغ الظاهره؟ أكيد أستاذي، إن العنف زي ما تكلم أستاذ ساسي. إن العنف ليه مظاهر، والعنف تنامى وأصبح بشكل كبير كل يوم في تزايد. ولما نجي بنعالج ظاهرة العنف زي ما قال أستاذ ساسي هي أنواع وما نقدرش نكملها وننجزها في حلقة أو حلقتين، لكن الخطوة الأساسية اللي هي كيف نبي نعالج العنف هدايا، لازم نبدأش بالطفل، لازم نبدأ من وراء الطفل، من وراء الطفل ليش هو معنف، ليش يستخدم في العنف ضد أقرانه في الشارع في المدرسة. لما بنرجع مثل للبيت نبي نشوف الأم ليش، لأن الطفل زي الوعاء أو الإناء اللي بياخده بيعطيه، زي ما نقول لك اعطي للبرمه تعطيك الاناء بما فيه ينضح. نعم. اذا كان الطفل لقى تربيه حسنه ويقضي معامله لينا بحنان وعطف ومن جميع النواحي، يستحيل ان انت كل ما اللي بتعطيه للطفل بيعطيه لك. هنا اللي ما نجيش نشد الطفل بس ما نقدرش نبدا علاج الطفل، لازم نرجع للقاعده الاساسيه اللي هي الاسره والبيت. نعم. والام. عفوا استاذه لطفيه، نحن سناتي ان شاء الله على مسببات العنف، لكن قبل هذا اسمحي لي، أنت ذكرتي أن العنف بلغ مبلغ الظاهرة في الأسر الليبية، ما هي المؤشرات التي نستدل من خلالها على وجود هذا التنامي وهذا التزايد في هذه الظاهرة؟ التنامي والتزايد طبعا احنا خلينا بنهدرز وبنحكوا بلغتنا، ان الان لما نرجع للبيئه اللي عايش فيها الطفل، ليش الطفل اصبح العنف ضده في تزايد؟ لما نجي في المحيط الاسري اللي عايش فيه ما عاش زي ما نقول فيه طوله بال، ما عاش فيه طوله نفس. هني نجي الام ما عاش تقدر تحتوي الطفل، دي الاحتواء بدأتها زي ما نقول ما عاش عندها خلوق. ابسط شيء حتى الطفل الرضيع اللي عمره 9 شهور أو 7 شهور لما يكثر في البكاء والعويل زي ما نقول يبي تنفض يبي تلوح، حتى اللوحه هذه بتسبب له مثلا ارتجاج في دماغه او بتسبب له خدوش او بتسبب له كذا، لان هي نفسها تبي علاج، لان هي نفسها عليها ضغوطات، هي عليها نفسها ضغوطة. دينا العلاج الزايد توا الوقت الحالي، ليش ما كانش العنف في الأول أو زمان كان قليل؟ في عنف لكن بطريقة قليلة. الآن احنا نبدأ على سبيل المثال، الأم شادة مثلا نقال أو تهدرز وتشوف الطفل لما يلح عليها مرة واثنين ثلاثة بكل عنف بتجي، يعني يا بتخبطه يا بتضربه يا بترفض له طلب، فهني فيه مشكلة كبيرة في البيت صايرة بين مثلا الأم بين الأب. لما نجي بنعالج هو الطفل شن يلقى المحيط اللي عايش فيه، شن هو في عدم انتباه، في لا مبالاه زي ما نقولوا
اني اللفظ اللي بنعطيه في انواع من الامهات تجي تشكي لصاحبتها وزميلتها تقول والله على سبيل المثال وتبكي وتقول والله ولدي اليوم قال لي وقال لي لفظ مش كويس. انت شنو نعم. تعطيه الابن هدايا طفلك شنو تعطيه؟ هو سمع منك شنو؟ اللي سمع منك بيرجعه لك وانت ليش كنتي؟ نعم وضحت الفكره استاذه لطفيه. اعود اليك استاذ ساسي، هل ثمه دراسات واحصائيات بهذا الخصوص؟ اكيد في احصائيات. قبل ما نذكر الاحصائيات طبعا زي ما ذكرت الاستاذه لطفيه اكبر مؤشرات بخصوص العنف طبعا انتشار ظاهره المخدرات، الهروب من المدرسه اللي هو سن العمل في سن الطفوله موجود فيها، الهروب من المنزل، الغياب منزل فتره زمنيه طويله، السهر خارج منزل، كلها تعتبر مؤشرات ان في عنف في المنزل حد ذاته. نعم. بالنسبه للاحصائيات والدراسات طبعا في احصائيات اجريت على حسب اخر تقرير لمنظمه الصحه العالميه، خلينا نتكلم بصفه عامه، خلينا نتكلم عن الاحصائيه اللي في ليبيا، معلش خلينا نقراها من الشيء اللي مكتوب اللي كنت نتابع فيه. الاحصائيه العالميه اجريت طبعا مؤخرا طبعا في امريكا وفي اوروبا وفي اسيا وحتى في افريقيا واستراليا، لقوا في امريكا فقط يعني اكثر من 2 مليون طفل يعانوا من اشكال متعدده من العنف والاضطهاد من الكبار، ولقوا حوالي اكثر من 300 الف طفل للاسف الشديد خاصه في مالي وفي الصومال وجنوب السودان يتم بيعهم زي السلع زي الرقيق يعني الحروب والصراعات اللي عندهم. واكد مصدر طبي لوكاله انباء القدس قدس بريس بان اكثر من 80% من الاطفال يتعرضوا للمعامله السيئه من المستوطنين اليهود في فلسطين في حد ذاتها، ويتصرفوا في المستقبل في مشاكل كبيره جدا جدا وانحرافات. في مصر بروحها طبعا اخر احصائيات اكثر من 14% لقوا اطفال اعمارهم من 5 إلى 6 سنوات يعولوا في 3 لـ4 أشخاص ويشتغلوا في اشغال صعبه جدا زي مسح الاحذيه في الافران في الاعمال الشاقه في الورش في المزارع في الافران. نعم. الكارثه الكبرى والمشكله الكبيره احنا عندنا في ليبيا للاسف الشديد بالنسبه لليبيا في السنوات الاخيره زاد الرقم في الحجم، حيث اكدت معظم الدراسات سواء اجرنا احنا سواء الخدمه الاجتماعيه والجامعات الاهليه بصراحه اكثر شيء كان شغل لاحظت عن طريق جامعات المجتمع المدني. العدد فايت 3000 طفل للاسف الشديد عندهم مشاكل كبيره بخصوص العنف خاصه الاطفال اللي نازحين من مناطق الصراعات معظمهم عندهم مشاكل كبيره جدا جدا وينخرطوا في اعمال في سن صغيره. بالنسبه للاحصائيه اخر احصائيه درنا احنا اخر دراسه لما ندير برنامج اللي هو معرض طرابلس الدولي طبعا درناه عن طريق اللي هي المؤسسة 21 مارس محاربة العنف ضد الأطفال، درنا دراسة تفاجأنا للأسف الشديد في مشاكل كبيرة جدا جدا، خلينا عينة بسيطة ل 200 طفل ودرنا عليهم دراسة، طبعا شارك في 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 فترة المعرض اللي ندار في طرابلس الدولي. نعم. لما ندار طبعا في طول فترة المعرض كل يوم جينا مجموعة من كبيرة من الأطفال يرسمون، العدد فات حوالي 2200 لوحة بتاعت الرسم. لما درنا تفريغ للرسم هذا وشفنا المشاكل اللي عملنا الأطفال وخلي غير الحالات اللي قامزنا احنا وياهم، أكثر شيء حنتكلم على 200 حالة درنا عليهم دراسة طبعا من الأطفال من الجنسين، الأعمار نتاعهم كانوا من اللي هو السن الـ4 سنوات إلى غاية السن اللي هي 13 سنة، تعرضوا للضرب بدون سبب ولا نقاش، 35 طفل قال يضربونا اهلنا بدون نقاش يعني كلت طريحه بدون ما نعرف السبب، تعرضوا لاهانه باهي وسامحني في الكلمه هذه ومناداتهم باسامي الحيوانات اكثر من 58 طفل، تعرضوا للضرب حتى لازم الفراش اكثر من 18 طفل، تعرضوا للتحرش والسخريه في اغلب الاوقات 28 طفل، الاب والام طبعا كانوا عانفين معاهم بدرجه كبيره جدا جدا 13 الطفل، الاب طبعا الام لما تصير معاهم مشكله يفرغوا غلهم زي ما قالت الاستاذه لطفيه 12 طفل، الام طبعا لما تصير مشكله مع جوزها 31 طفل يشكو من امهاتهم قال كم هي مش متفاهمه مع جوزها وعندها مشاكل مع جوز تفرغ هذا الغد من اصل 200 طفل 200 طفل ايه، تعرض طبعا للتحرش من اقرباء جنسي للاسف الشديد 15 طفل من غرباء 6 اطفال، النتيجه طبعا 38% منهم قالوا احنا مالينا يكرهونا، 17% قال احنا والله نفكر هرب من الحوش، 11% فكروا في الانتحار، 2 منهم حاولوا الانتحار، كان طالب يقرا في اول اعدادي قال كان والله حاول الانتحار فك مني الحبل نربطي. طيب ال 200 طفل هؤلاء من طرابلس؟ لا مش من طرابلس فقط، اللي زاروا المعرض يعني معظمهم كانوا من طرابلس وخارج طرابلس، ان دراسه بسيطه يعني زي استطلاعيه. نعم. لكنها تعطي مؤشر. مؤشرات خطيره جدا جدا يعني في اللي شوف في اللي فكروا في الهروب من المنزل، في اللي فكروا بالانتحار، في اللي قال كان والله كان نلقى ما عادش بنعيش مع اهلي، في اللي قال كان يعني تعطي مؤشرات خطيره جدا جدا. نعم. يعني حسب الدراسات اللي درناها احنا هو اخر تقرير منظمه الصحه العالميه قال في 3000 طفل متعرضين لمشاكل كبيره جدا جدا خاصه الموجودين في مناطق الصراع
صبح الحروب، صبح الدماء، نعم. الانفجارات اللي تصير، المشاكل، الكوابيس اللي تعرضوا لها، الهروب من مكان لمكان اخر، الضغوطات اللي تصيرهم في البيت في حد ذاتها من الاب والام، هم مش نعم. مستقرين في بيوتهم. هذا يعتبر كل شكل من اشكال العنف اللي على يعني الطفل سواء كان الولد او البنت بصفه عامه يعني. نعم. استاذه لطفيه، ما هي الاسباب الحقيقيه لتعرض الاطفال للعنف في اسرهم؟ طبعا عده اسباب اللي تخلي الاطفال يتعرضوا للعنف، ولكن المفروض احنا يكون لها احتواء. الاطفال بطبيعتهم زي ما نقولوا كثيري الحركه، نقول زي مثلا الصغار احنا بالليبي ما يسمعوش الكلام، او ردود فعل تكون عكسيه مع الام، يتلقوا اي امر من هو الام ما يقوموش بالواجب. فهني هني العيب ديما دائما خلل، وين نرجع للأسرة، ما فيش احتواء. نرجع مرة تانية ونقول ما فيش احتواء من الأم مثلا، ولا من الأب. لازم هني العنف ولا الطفل المعنف ولا كتل الحركة، ولا زي ما نقول احنا هذا أم تقول اني والله ما عادش قدرتها، لا ما فيش حاجة انت ما عادش قدرتها، لازم تتنازلي لمستواه ولازم تحتويه. زي على سبيل المثال نقول التفرقة بين البو والام، يعني يفرقوا ما بين طفل وطفل، يقول لك لا هذا محمد ام وابوه يحبوه اكثر من علي. احيانا هي غير مقصوده، احيانا نعم. احيانا محمد او الام عندها اربع اطفال، محمد هذا رقيق وضعيف وما يقدرش تقول ياخذ حقه مسكين، اخوته لما يحطوا الصونيه والله ما ياكل معاهم خبزه ويدفوه ديما نعم. رق عليه زي ما نقولوا الكبد وما يحصلش. لا الام ديما شو بتقول؟ خلوا لخوكم، حولوا خلوه ياكل، وكان ما جاش بتخلوه. لا الاطفال شنو بيفهموا؟ هنايا بيفهموا ان الام تحبه، يحبهم وتحب محمد اكثر من احنا، وتعامل نعم. في معاملك. فهني الام دورها هنايا لازم تفهم صغار أن لا، أن هذا أخوكم الصغير، وأن هو ما يقدرش يأكل بسرعة، وأن هو ضعيف ولا عنده انطواء، أو شوفوهم قاعمز في التركينة هذيك ما يقدرش يجي، إحنا لازم نشوفوه ولازم تألف. لا أحيانا الأم بشغل الشاغل زي الوقت الحالي ما تبيش يلفت انتباهها، في تراكمات وفي ضغوطات نفسية اللي هي من خلال الأطفال يكبروا وينشأوا أن هو البو والأم يحبوا هذا محمد أكثر من نعم. إذا من بين مسببات العنف ضد الأطفال هي مسألة التفريق والتمييز بين الأبناء، التفريق الغير مقصود. أيوة غير مقصود بالنسبة للأم. قد يكون العنف إذا بقصد أو بغير قصد من الأهل، بقصد أو بغير قصد. هو نعم. العنف اللي هو طبعا زي ما قال الأستاذ ساسي، العنف أنواع وأشكال، الضرب سواء يكون ضرب بسيط أو ضرب عنف نعم. شديد أو بسبب الإعاقات، والإعاقات هذه مختلفة. نعم. أنتقل نعم أنتقل بهذا السؤال إذا للأستاذ ساسي، العنف ضد الأطفال هل هو ضرب واحد أم أن له ضروبا وأشكالا وأنواعا؟ طبعا العنف زي ما قلنا بكري هد أنواع ولهد أشكال. طيب ما هي أبرز هذه الأنواع؟ لما نتكلم عن الانواع طبعا اسباب، في اسباب ثقافيه، في اسباب تربويه، في اسباب اجتماعيه، في عادات التقاليد، كلها راي اسباب كلها تصب في نفس القالب باش نوصل لمشكله العنف. الانواع طبعا في منها عده انواع العنف، طبعا هو اخطر شيء طبعا على الطفل هو العنف النفسي، لما الطفل تعطي له حقه في الاستماع، في الانتباه، انك تعطي له حقه في الرعايه، في الحنان، هذا كله يحز في نفس الطفل تصبح فيه مشكله. ثاني شيء اللي هو العنف بالاهمال نسموه فيه، لما الطفل ما تنتبهلاش، لما الطفل ما تتابعهاش، لما الطفل ما تعطيش حقه، ما تعطيش ما تحفزهاش، ما تعطيلهاش المعززات، ما تعطيلهاش زي ما تقول الهدايا، ما تعطيلهاش زي ما تقول الاشياء المعنويه حتى يفرح بها الطفل. واللي مازال اقل خطوره من المشكله هذه اللي هو اللي نسموه فيه احنا الطفل زي ما تقول توكل ليه اعمال منزليه فوق الطاقه نتاعها، اغسل السياره، اغسل البساط، اكنس الحوش، نظف، دير، هذه كلها نوع انواع من انواع العنف. لكن اخطر 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 انواع العنف يعني حسب احنا عندنا دراسات اللي هو الاعتداء الجنسي على الاطفال بصفه عامه، هذا راه مسبب مشاكل راهي كبيره جدا جدا، ضد نواقيس خطره بخصوص الموضوع زي هذا، زي انشغال الاهل، زي وجود غرباء او عماله اجنبيه تشتغل في البيت ممكن يوقع الشيء زي هذا، اهمال الاطفال بصفه عامه، عدم متابعتهم، عدم مراقبه الاطفال داخل وخارج المنزل، كلها تعتبر راهي مشاكل كبيره جدا جدا. والمشكله اكبر من هيك حلقه الاسره اللي صبحت ما هيش حاضنه لاولادها وبناتها، صبحت صباح البوه يخدم من صباح الليل، الام تشتغل حتى هي، ولو كانت ما تشتغلش في الحوش لا هي مثلا يا لها في التلفزيون، يا لها على النت، عندها صداقات وحزاتي مش مخصصه وقت انها تراقب اولادها وبناتها، هذا كله ينشا نوع من العنف، لان الطفل ما يلقاش من يحاور فيه، الطفل ما يلقاش من يهدرز معاه، الطفل ما يلقاش من يتواصل معاه. حتى عمليه التمييز لما ذكرت الاستاذه لطفيه اللي يصير من بين الولد وبين البنت، احنا مرات نقول الكبد حرفه،
وقالت انت الولد شكله جنين، البنت شكلها احسن، هذاك اذكى، وذاك افلح، ولا هذاك مريض، ممكن يصير نوع من الاهتمام للطفل هذا، يحس به الاطفال اللي حيطين في حوش نفسه، تصير نوع من المشكله وتصير نوع من الغيره. يعتقد ان هذا وهذا كله حيجنوا في سن المراهقه. نحن لعلنا ان شاء الله نتحدث بشيء اوسع عن هذه الجزئيه، مساله المقارنات بين الاطفال من حيث الجمال او الذكاء او القدرات. نعم، الآن يعني عندنا العنف لا يكون فقط في مسألة ضرب الأطفال وتعنيفهم، قد يكون إهمالا وحرمان، قد يكون عنف جسدي أو جنسي، يعني كما ذكرت بالتحرش الجنسي الذي يقع على الأبناء وعلى الأطفال. طيب أنتقل بهذا السؤال لك أستاذة لطفية، الآن العنف قد يؤثر على الوضع الجسدي والصحي للطفل سواء على المدى القصير أو حتى على المدى البعيد، كيف يمكن أن نوضح هذا؟ بكل تأكيد أن العنف بيأثر على المدى البعيد والمدى القصير، لأن لما نرجع العنف اللي هو كلمة العنف ضرب واليدان جي مثلا مش الجسدي، زي ما نقولوا أم صغارها يلعبوا أو مش قاعمز أنت زي ما نقول بالدرجة أفت أنت، فهي ارتدت وتغايدت خلاص احتقنت وشدت سبتها وضربت ولدها، سبتها هذه ضربت لها عينها، سبت لها نزيف القرنية، سبت لها انفصال، فهذا شنو الطفل خلاص الطفل هذا أصبح على مدى بعيد أنه هو غير سوي، والعين أصبحت معاقة مع اشتدي فوضفتها، هني بيصير أداء نتيجة العنف، بيتأذى الطفل والأم طول عمرها بتقعد تتألم من نتيجة الأذى اللي سببته للطفل. نجي مثلا الطفل الرضيع، الطفل الرضيع في مساك كثيرة جدا جدا زي ما قال الأستاذ ساسي، اللي هم الناس اللي يعتبروا نفسهم أسر، مثلا نقول احنا راقية وعندنا شغالة وعندنا مربية، واني ولدي ديرت له مربية وتخليه عند المربية، المربية هدية هزت به دارت من هني خبطاتها، صار للعي هذا ارتجاج في الدماغ رقد. وفي احيانا ظاهره صايره في بعض البيوت، قالت والله هني نسال في المربي عليه ولدي نخلي فيه، قالت والله ما يتكلم من اللي تحطيه لين نروح نلقى فيه راقد، وبعدين صادف انه هو تعطي فيه في الكالبول المهدي في الاكتيفيد، ثم تمشي وتعطي فيه في ملعقه صغيره اكتيفيد مع شنود، وهذا حاليا استاذي تفتك منه او يقعد يرقد، الولد قعد لانه هو يسبب حتى في اختلال في نبضات القلب، يسبب في خلاص الولد اصبح ما عادش يركز مره واحده، ولما مشيت مدرت للتحليل قال هذا ياخذ في نوع من الكحول اللي هو لما شدوها هذه المربيه لقوها تعطي فيه في الشرب. وتو الان حاليا في ظاهره زي نقولوا ظاهره عنف حتى في رياض الاطفال في الحضانات، ان عندنا مثلا ما فيش عندنا حضانه نموذجيه، احنا ما فيش الان حضانه نموذجيه على مستوى اللي بدنا نقول هذه حضانه، فالناس سمحهم الله الامهات حطي لوحي ولدك لوحي بنتك الساعه 12 نجي ناخذه ما عادش ندري عليه شنو صاير فيه. فيه نوع من الناس يعطوا في الاكتفيد والمنومات، لان هي نفسها هنا شنو نجي نشوف، لان هي لو عندها لو هي انسانه سويه، لو انسانه عندها ارتياح نفسي، عندها روح ترابط اجتماعي، تقدر تتعامل مع الطفل هذه ما كانش توصل للشيء هذا اللي وصلته. اذا هنا نجي المربي، حتى اختيار المربي هي معنفه ذاتيا، نلقاها يا مريضه نفسيا، يا يعني عندها معاناه داخلي، عندها معاناه في اسرتها. وضحت الفكره استاذه؟ ايوه وضحت الفكرة. مشاهدينا الكرام فاصل، نواصل بعده بإذن الله، فابقوا معنا. حياتنا غير لما تملى بالخير وفيها يفرح الغير. إذاعة تناصح المسموعة، منبر لكل نصح. نزف إلى مشاهدينا ومستمعينا الكرام انطلاق إذاعة التناصح المسموعة بحلة جديدة وباقة ممتعة من البرامج المباشرة والمسجلة الاجتماعية منها والثقافية والتربوية، والتي نسعى من خلالها لطرح ومعالجة أبرز القضايا التي تهم كل فرد من أفراد المجتمع. ويمكنكم متابعتنا على الترددات الآتية: إذاعة التناصح المسموعة المنطقة الغربية عبر الأثير 102.1 FM، إذاعة التناصح المسموعة مدينة زليط والخمس ومسلهت عبر الأثير 89.3 FM،
كما يمكنكم المشاركة في البرامج المباشرة على الرقم 021-334-7405. إذاعة التناصح المسموعة، منبر لكل ناصح. يمكنكم متابعتنا على facebook.com/tanasah tv أو على twitter.com/tanasah tv، أو يمكنكم مشاهدتنا على قناتنا في اليوتيوب مؤسسة التناصح، أو يمكنكم التواصل على التليجرام تناصح تيفي. حياتنا غير لما تملى بالخير وفيها يفرح الغير. السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد. أجدد لك التحية أستاذ ساسي. التفكك الأسري قد يكون هو السبب الرئيس للعنف ضد الطفل، لما يرى الطفل من مشاهد الصراع بين الأبوين. كيف يؤثر هذا الأمر نفسيا وسلوكيا وعاطفيا على الأطفال؟ أكيد طبعا تفكك أسري احنا نتكلم فيه من نوعين، في تفكك أسري فعلي طلاق يصير بين المرأة والراجل، وفي تفكك أسري عاطفي تجعل الأم والأبو موجودين كان في شركة تواصل من بيناتهم، وتواصل كله حيكون بالعنف بالضرب بالتكشيخ، كل حاجة أثر في نفسية الطفل. الطفل ما يلقاش ملاذ آمن، أنت الراحة بتاعت الإنسان وين؟ هو البيت هو الأسرة. لما ما يكونش في حوار فصل الأسرة وما فيش راحة في البيت هذا وما فيش تواصل، تصبح في في في, في نقاط تصير عند الطفل في حد ذاتها، تكون عندها زي النقطة السوداء في قلبه يعني، وعند تبان مشاكل وتركان مثل سن المراهقة، يخش في الطرق الدفاع من الأهل، يخش ممكن في العقوق، يخش في ردان الكلام، لأنه هو في, 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 في الفترة اللي هو كان فيها صغير ما يلقاش حضن دافي من البو والأم. احنا معلش يسألنا كذا طالب وكذا طالبة، إلى غاية الأسبوع اللي فات قمنا بدورة في منطقة قصر النشير لأخصائيين نفسيين اجتماعيين، طبعا مشكورين مكتب الخدمة الاجتماعية خاصة الأستاذ علي وسعيدة. لما سألنا الطلبة وفي كل دورات نديروا فيها سواء كان معلمين سواء على الطلبة في حد ذاتهم، تسأل الطالب في المدرسة يعني معظم الطلبة باهي لما تروح الحوش تبوس في راس أمك وأبوك وفي يديهم ويحتضنوا فيك، تلقى من نادر جدا جدا الإجابات بإيه يعني، يعني مش معقولة ولدك يعني أو بنتك يعني شنو فيها من بأس كان ولدك احتضنته أو بست على راس ولدك أو على راس بنتك أو ضميت ولدك ليك. يعني هذا طبعا نوع من المشاكل، يعني تجي طلبة في حد ذاتهم وتجي طلبة في حد ذاتهم يقول لك يعني والله حدا في الحوش، يعني معظم حل المشاكل تاعنا بالصراعات وبالتكشيخ وبالضرب أو بالزندول بالتحقير، يعني شوف المشكلة وين توصل والمأساة. احنا مش نقول مجتمعنا كله فيه سلبيات، لكن بان السلبيات ضد واضحة، التفكك الأسري أصبح واضح، يعني ما هوش التفكك الأسري المقصد به الطلاق اللي يصير ما بين المرأة والراجل اللي هي مآسي كبيرة، ما زال اللي هو انشقاق الأسري النوع الثاني، لأن احنا ما عادش نقعد في الحوش، زمان احنا كان عندنا العائلة بتاعت الشاي تتلم عليها العائلة يتسامروا ويهدرزوا شنو ندير شنو ما درتش، صفرة الغداء صفرة العشاء، تو نسبة عالية خاصة في مدينة طرابلس، لو كان الحال العيلة حالها باهي يتلاقوا زي ما نقولوا في قصعة البنزين الكسكسي من جمعة للجمعة ولا من الخميس للخميس ولا من صفرة رمضان لرمضان، وهذه كلها لها مآسي ولها مشاكل كبيرة، تعطي مؤشرات أن في تفكك أسري. نعم. فصل الأسرة في حد ذاتها ما فيش تواصل، أصبح النت حتى هو خنب من وقتنا حتى هو من وقت مصاري. وهذا لا شك أنه يؤثر سلبا على نفسيات الأطفال وعلى سلوكياتهم وعلى شخصياتهم. أستاذة لطفية، الطفل الذي يتعرض للإيذاء والضرب والإهانة يعيد ما يتعرض له من إيذاء وضرب على زملائه وأقرانه، كيف تتابعون أنتم وجود هذه الحالات؟ أكيد وبكل تأكيد، إن قلنا المثل هو شعبي يقول أعطي للبر ما تعطيك، اللي بتحطه في الإنادة بيرجع لك. الطفل المعنف في الشارع يبان، يعني كل ما يتلقاه من سوء ملافظ أو حسن ملافظ أمه عن فاته قالت له، يعني ما عمراش سمع منها لفظ كويس، هذا لما يطلع للشارع بيمارس العنف هذا ضد أقرانه في الشارع وضد زملائه، وبيكون معنف ويضرب ويخبش بسبب أو بدون سبب. أنتم كتربويين كيف تتعاملون مع هذه الحالات؟ احنا استاذي اني شوف اتكلم استاذ ساسي عليه حتى ظاهره النت، نجيب لك مثال مثلا الوقت الحالي الان، نجي مثلا نقول النت اللي عندي برنامج اللي هو اللي نزلوا فيه المزرعه السعيده.
نعم. المزرعة السعيدة هدية شر البلية ما يضحك، نلقى والله نسمع فيه أولادي يعيط وخيرك يا محمد والله يا محمود تعيط، لا والله ماما شرت زوز دجاجات وأبوي شريت دجاجة وأنا ما عنديش، والله شر البلية ما يضحك، ومنين شرتهم وأنا لقيتهم؟ لا هم عندهم مزرعة، هم شروا مش عارفة شنو، هم داروا مصنع وعندهم يمشوا، اليوم ماما اليوم بتحصد الزرع، باهي وين؟ قالوا المزرعة السعيدة أنت يا أمي الفاضلة يا أختي يا أبوي ديريها المزرعة السعيدة حقيقية، وكان عندك جنان صغير في حوشك ديري نقول احنا سزنا يا سيدي باللغه العاميه، هذه لغتنا الحنين اللي بنتعاملوا فيها، راه الطفل احنا عندنا اطفال الروضه اللي قريبين جدا انه الطفل قاعد صغير، فلازم يكون فيه في طوره المحاكاه والتقليد، لازم حتى المحاكاه والدواء والتدريس لازم ياخذها من البيئه، ديري زي ما نقولوا سزنا والله حاضره هالمزرعه السعيده في جنانك. المزرعه السعيده على الفيس اسهل، اسهل من السزنا. لا على الفيس هي طبعا على الفيس اسهل، هو يعيط اذا كل واحد يبي نقال بروحه وبيشري وبيبيع ويبدا الصراع ويبدا العراك، كلهم جايه واخده في تركينه وعندها يعيط، وفي المزرعه السعيده والبو يعيط وبيعيل بلاي، هذه مساء شر البليه ما يضحك والله العظيم. لكن انا ندير المزرعه السعيده في جناني ونشوف مثلا هو في الروضه، نجي للعلوم الطير مثلا الدجاجه مراحل النمو حياتها، البيضه الريش نستفيد منها، بيشم وبيلمس نشوف، يعني نغرس له شجره. احنا عندنا استاذ الفاضل منهج النهج المنتسوري ماريا منتسوري، هذه الدكتورة الإيطالية اللي حطت وطبقات على أطفال ذوي الإعاقة. الآن أنا نتكلم في بعض المحافل الاجتماعية وفي بعض الندوات، فاخذنا كلنا نهج ماريا منتسوري منتسوري ومعاش رجعنا. ماريا منتسوري شن دارت؟ احنا زمان صغارنا لما نجتمعوا العشيه وهم يلعبوا، شنو تشوف صغارك شنو يديروا وانت تشاهدهم؟ تلقاهم اخذين اكواب الزبادي ويعبوا في الميه ويعبوا في تراب، طريقه النقل المواد الصلبه المواد السائله. اذا هنا احنا ديما نطلع للغرب احسن. انا الاستاذ الموجود استاذ ساسي هذا من جل الناس والخبراء التربويين والمدربين، نقدم لهم كل تقدير واحترام وغيره، كل العنصر الليبي وكل مدرب هذول ناسنا، لازم نعتز بعناصرنا الوطنيه نحن وليس هم. اذا هنا لو بالله عليك لو قلت هدايا المنهج دارت الحاجه فاطمه ولا حدود ولا يزه والله ما عاد شبح لا واحد، لكن دارت ماريا يجروا لطول. احنا اللي حطيناه منهج المنتسوري، واحنا حطينا جايبين منظمة ستارت انترناشونال العالمية، شن جابت لنا من المانيا؟ جابت لنا لعبة ديد شحب الرمان ولا النقيزة اللي فيها توافق عضلي حركي حسي، جابت لنا الضفيرة الشق الأيمن والأيسر والجسر الرابط، جابت لنا لعب الصوف والترباج، خلاص صغارنا ما عادش يعرفون الألعاب هذا تو ما عادش يعرفون. نرجع احنا حتى ظاهرة العنف مرة ثانية والترابط الأسري زي ما قال أستاذ ساسي، العالة راهي عالة الشهي، احنا يا ريت تولي عالة الشهي فيها ترابط أسري حتى الأطفال وتلم العيلة. الأطفال كلهم قاعدين يحدوا أمهم، وأمهم الطيب في الشاي، واحد يجيب الخبزة واحد يفرش، يدي فيها توافق فيها روابط، ولين والجدة تقعمز الطفل اللي هو احنا من ألمانيا والناس اللي هو على مستوى عالي، يقول لك دور المحاكاة القصة، كيف نحكي للطفل قصة وتقعد تحكي له في القصة بطريقة منمقة ورياحية. نعم الآن استعاضوا عن عالة الشاهي تأخذ وقت طويل، استعاضوا عليها بالتكاوي أستاذة. لا تأخذ وقت، معلش أستاذ عبد الرافت تأخذ وقت ولكن صعبة، لأن قلت له منافع توافق عضلي حسي حركي بصري. لا شك لا شك، وضحت الفكرة أستاذة، وضحت الفكرة أستاذة. أعود إليك أستاذ ساسي، الفقر والبطالة قد يكونان سببا من أسباب العنف ضد الأطفال إضافة إلى الأسر الكبيرة، يعني كيف يمكن أن يؤثر العدد الكبير لأفراد الأسرة والوضع المادي المتدني في زيادة هذه الظاهرة؟ صحيح، الفقر والبطالة وانقطاع الكهرباء وانقطاع المية وغلاء المعيشة كلها حيولد ضغوطات على الأب والأم، وكل هم بيفشوا غلهم في أولادهم في بناتهم في صغارهم وقلة الحيلة، وهذا كلها حيعطيهم نوع من العنف، لأن الإنسان مفروض لازم يكيف نفسه مع كل الظروف، خاصة الأب وخاصة الأم، وبدرجة أولى الدولة تنتبه على الأقل لناسها، توفر لهم كل الإمكانيات بحيث ما يصيرش ضغط على الأبو على الأم، وما تحولش الضغط من الدولة للأسرة والأسرة للطفل، هذه كلها حلقة متكاملة. نعم طيب، ما ذنب الطفل ما ذنب الطفل ليكون يعني ضحية في واقع لم يكن سببا في إيجاد هذا الواقع؟ أكيد أكيد، إحنا طبعا إحنا كلنا إحنا مخزون، كل دولة في العالم مخزون، إحنا في ليبيا والأطفال
انهم شباب المستقبل. لو كان احنا ما ندروش لهالجيل هذا الجديد من ولادنا ومن بناتنا وننزل للمستوى نتاع المشكله نتاعهم وننزل لصغارنا زي ما قالت الساده لطفيه، احنا مش كنت نجوني الاجام من برا نشوف جرتهم جري، وكان اجم جاي يدرب فيهم. لو تلقاه ليبي وعنده خبره سواء كان زي الساده لطفيه سواني طبعا ما نبيش ندير دعايه لروحي سواء الناس الثانيه حتى يدرب. هذه حلوه السواني هذه. حلوه السواني. لا باش قصدي يعني هو جزء من الناس هو ندربه. وانت منهم وانت منهم. هم ماشيين هم ماشيين وخلاص هم يقول لك ساعد فلان حتى بحباله ونساعده وخلاص. يا ريت بس كنا نتكاتفوا ونوقفوا مع بعضنا وننزل المشكله ونفهموا اسباب المشكله. انا وقت نمشي المدرسه نعطي في دوره نجينا نلقى الاستاذ المدرسه موقف مسا طابور يضرب فيهم خبطه الخبطات على يديهم خطر التاخير، هذا نوع من العنف. بينما لما تجي تسال الطالب يقول لك انا والله حوشي بعيد بوي سيارته مثلا زي تقول مش كويسه والطرف نتاعها كذا، والله جابني عمي جابني خالي. احنا المفروض ننظروا لعده اسباب لعده مشاكل. نعم. ليش تصير مشاكل؟ ليش طالب يتاخر؟ علاش ما يقراش كويس؟ علاش ضيف القرايه؟ وفي حاله طبيعيه مش طبيعيه توحد دخل في عقلي، ظروفهم تعبه، بوهم البو مثلا ما يقدرش يوفر مبلغ مالي كويس بحيث الولد يقرا دروس خصوصيه، يوقع على العنف بشكل من اشكال من اي نوع، صار معلم صار استاذ صار من الشارع. نعم. انضرب لك مثال، يعني حضرت قصه ونحب نعودها في كل الحلقات. يعني طالب يقرا في صف اول اعدادي باهي، وعنده اخوه يقرا في صف سادس ابتدائي، يقرا عشيه اخوه ذاك يقرا الصبح، وزوز يقرا في الطايح، علاش زوز يجي مؤخر؟ سبه شني او على خاطر شنو احنا نقولوا فيها؟ على خاطر الحيده يتبادلوا في ظروفهم تعبه ماديه، يستنى في اخوه باش يلبس الكندره نتاعه ويسكر سنه يتبادلوا في الكندره، يعني الاخصائي نفسي الاخصائي الاجتماعي والمعلم ما اندبهش المشكله، اندبه انا غير عايز يجي مؤخر اعطيه طريحه وخلاص، يعني في عده مشاكل لم يسالوا عن السبب. الله ما ننسوش على الاسباب، هذه مشكلتنا يعني. نعم، الدور الاعلامي ساهم في ترسيخ العنف في شخصيات الاطفال، معظم الرسوم المتحركه وافلام الكرتون الان مثال حي عن العنف بكافه اشكاله وانواعه. السؤال لك استاذه لطفيه. دور الاعلام وهذه الشيء الخطا من الخطا جدا، احنا نجيبوا في الرسوم المتحركه كلها عنف وما لهاش اساس في الصحه، لا عرفناها هي تنتمي لجنس الحيوان ولا لجنس البشر ولا اجسام غريبه تتحرك واشكال غريبه تتحرك، ما عادش عرف الطفل حتى يصنفها اصبح يقل التقليد اعمى. عندك رسوم سبونج بوب بديه في الولايات المتحده وفي امريكا وفي الدول المتقدمه منعوها منعا باتا، واحنا قاعدين بالله عليك تمشي حتى لعياده الدكتور الراقي وعلى مصر تلقى عندها سبونج بوب والرسوم معقوله. في رياض الاطفال اصبحت احنا توجاهدين دائما نجاهدوا ان احنا على اساس تمنع الرسوم هديه ونلقى الحروف الانجليزيه والسفنج بوب. يا سيدي ارسم لي طفل لابس البدله العربيه وبنيه دايره نسترو ولا لابسه قرنبيول ودير لي حروف لغه الضاد لغه القران الكريم. فلازم احنا من في تنميه ذاتيه لتراثنا لقيمنا الاسلاميه لمبادئنا. الاعلام هنا يلعب دور كبير في رسوم كويسه في قصص زي نقولوا سندباد زي حاجات تاريخيه باللغه العربيه فيها فائده للطفل. الان ما فيش توعيه مضبوطه في الاذاعه في الاعلام في الوقت اللي هي منبر اعلامي المفروض احنا نديروا حلقات للتدريب لتنميه المهارات عند الطفل لتنميه الروح الدينيه للترابط الاسري، هذه كلها مفقوده في الاعلام، مع انه له دور كبير كبير جدا جدا. نجي للغزو الثقافي في الشوكولاته يقول لها شوكولاته الدحيه والعيل يمشي للسوق يعيط يا بابا شري لي، ويلقاها حاطين لك فيها لعبه بجزئات صغيره جدا جدا يقول لك ما راهو تحذير ما يخداش اقل من سنتين او ثلاثه، هم هي منعوها منعا باتا في الدول نتاعها، وتمشي للمستشفى الطبي وشرع الزاويه تلقاها الجزيئات واحد مطلع لها انا من القصب الهوائيه واحده في خشمه. فهذا غزو ثقافي. احنا ليش ما بدل الحشديه ما نعطيش شي تمر ما نعطيش شي زبيب ما نعطيش شي لوز نعطيه رمانه نحطربها له ونحطها له في حفاضه في جيبه. يضحكوا على الصغار استاذ. ان شاء الله والله احنا نتمنى من الله سبحانه وتعالى. احنا قاعدين استاذي الفاضل زي ما قال استاذ ساسي ظاهره العنف احنا ناخذه في نتاجها او نتكلم لك علينا اللي جزء صغير في ادارتي زي ما يعني استاذ ساسي عنده علم. هذا كله من نتيجه العنف، نتيجه عنف الاطفال هذونا يعني كيف بنوصلهم الاطفال؟ هذا نتيجة ناس أو شباب لنا معنفين ولازم نوصل لهم يكسروا للإدارة خنبوا الأجهزة على ثلاثة مراحل. والله تريلا صغيرة جديدة اليوم الثاني لقيناها يعني لما تشوفها تقول عنف عنف بشدة يعني مكسرة كلها ثلاثة مرات نتعرض للسرقة والنهب. من نشوف الأطفال هذو معنفين من 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 الأسرة بهني وين بنمشي نشكي لوين هاي نبي نمشي نشكي للوزارة ممكن معنفة حتى هي لأنها ما
باش تعطيني راي. معنفة منين؟ من رئاسة الوزراء، رئاسة الوزراء معنفة من الولايات المتحدة وهكذا. يعني لما بنرجع هي سلسلة سلسلة تعنف، الله المستعان. أيوة تعنف، وكل واحد يمارس في العنف على زي ما نقولوا القوي على الضعيف. نعم وضحت الفكرة أستاذة، أعود إليك. في الأخير والضحية، شوف الخضاب هذا كله شوف فيه للأسف. أستاذ ساسي، نريد أن نعود إلى موضوع أثارته الأستاذ لطفية في بداية الحلقة، وهي مسألة التمييز والتفريق بين الأطفال. ما هي أهم وأبرز الأثار السلبية لهذا التمييز؟ طبعا بالليبي أول شيء تحس الطفل في نفسه. ليش ليش دائما تكرر كلمة بالليبي؟ بالليبي نعم بالليبي أكيد، باش على الأقل مستمع لنا مش نحن نتفلسف باللغة العربية. يعني أنت بتحسسني الآن أني أنا أتفلسف. مش أنت لا وقتها هو أنت ذكرت بالليبي. الأستاذة لطفية أيضا تقول أن أريد أن أتكلم بالليبي. مش نتكلم الواقعنا نتكلم وين؟ طيب تكلم بالليبي ولا كلمة راح نتكلم الواقع متاعنا. الآثار السلبية أكيد أول شيء ممكن طفل تحز في نفسه. نعم يتحز في نفسه، يحس صراحة أنه هو ما عندهش قيمة. ثاني شيء تحقير في حد ذاته بلا مؤاخذة في الكلمة هذه، يحس بالدونية أنه هو أقل من غيره، باهي يحس أنه هو ماليش دور وماليش قيمة في وسط الأسرة. هذه كلها أشياء تأثر في الطفل. من ناحية باللغة العربية يحس الإنسان أنه هو زي ما قلنا منبود، يحس في الإنسان أنه ماليش راي، يحس الإنسان أنه ماليش قيمة وماليش وجود. والتمييز أكثر شيء احنا نقول بالليبي، خلينا نقول بالليبي مرة ثانية. نعم بالليبي. الكبد راهي حرفة صح ولا لا؟ نعم. مثلا هذه كيف بنقولوها بالفصحى؟ الكبد حرفة؟ نعم. الكبد وصعبة أوارة. نعم. علمهم احنا مشكلتنا وقت تلقى البو عندها 5 أو 6 صغار أو الأم. أنا درست من دراسة بسيطة الموضوع ورا، هل كلهم يحبوهم بنفس الدرجة؟ لا أكيد. إذا قال الولد المحبوب الولد الكبير بنت الكبيرة، أو الولد الوسطي أو الولد الصغير، أو اللي شكله القني أو الذكي أو اللي فالح أو اللي ناشط، لازم في القلب يحمل فيها قلب ميال. نعم نعم. وهذا شيء يحس به الطفل. بأنت نقول فاحنا الكبد نتاعتنا حرفة شوية والقلب ميال، على الأقل ندير شوية عدل بحيث ما نحسسش الطفل تاني بأن ماليش قيمة أو ماليش دور أو ماهوش موجود. هذه كل حتسبب له نوع من التراكمات حيخزنها 1، 2، 3، 4، 5 لما يوصل سن المراهقة ويحس أنه خلاص طوله زي طول أمه وأبوه ونفس الحجم وبدا ياخذ حقه بايده، ينقلب السحر للسحر تصبح في مشكله. لان زمان درت دراسه على الصغار او الاطفال او المراهقين اللي وصلت بهم درجه ان يرفع ايده على ابوه او على امه او شتم ابوه او امه صراحه في الكلمه هذه، نسبه 95% احنا كنا صغار عملنا معامله سيئه وعملنا. نعم. بالتمييز في. نعم. المنزل. كلامك هذا يعني مثار سؤال بالغ الجدوى أسأله للأستاذة لطفية. الآن من المعلوم بالتجارب الإنسانية أن التمييز بين الأطفال والتفريق بينهم في العطايا والحب والاهتمام يوم أن كانوا صغارا يعد سببا أصيلا في عقوق الوالدين لما يطير شارب هؤلاء الأبناء. نريد منك تعليقا على هذه النتيجة. احيانا لما نرجع مره ثانيه زي ما قال الاستاذ ساسي وقلت سيادتك مش بالليبي، هي احنا نتكلموا بالليبي طبعا بالدارجه. نعم. باللغه العاميه نقول لغه الحصيره والعاله لان انا نشوف مثلا ربه اسره قاعده مثلا فاتحه الراديو او التلفزيون وتوصل في المعين ومنهمكه تسمع في شيء، لكن تعودنا احنا باللغه الفصحى باللغه العربيه الشده والضمه والاتيكيت والانضباط وحده، يعني زي ما نقولوا ملينا من الاسلوب هذايا وما فيش شد انتباه. لكن كان من النادر جدا لما تلقى لغه الحوش واللغه الزمنيه والتدريزه من القلب الى القلب. هذه انا نعم الحلقه الجايه، الحلقه الجايه ان شاء الله الاسئله باذن الله كلها نجهزها باللهجه الليبيه باذن الله بالفلاقي. وهذه احسن شيء لان من القلب توصل. نعم. طول انا متاكده لا والله من القلب حتى بالعربية من القلب من القلب يعني لكن سهلة باش كيف نقول لك يعني ما هو لها رونق ولها مذاق لهجتنا العامية أو الدارجة توصل نفس الفكرة بسرعة احنا بنوصلوها للمربي للأم اللي هي مش قارية والمتعلمة مرات. نعم جميل. سهل عليها بس التوصيل المعلومة لأكثر وتغل. نعم والبلاغة أن نحدث الناس على قدر عقولهم. أيوة. وأن نحدثهم بما يفهمون. طيب نعود للسؤال أستاذة. أيوة. لطفية لأن الوقت بدأ يضيق علينا. الطفل التفريق هنا يا أني محمد تحبه أمه أكثر هي الكبد زي ما قال أستاذ ساسي، راهي الأم يستحيل تحب واحد أكثر من واحد لكن في المعاملة أسباب.
اسباب ما غير مقصوده، زي نقولوا مثلا ضعيف البنيه او مثلا ضعيف زي ما قلت بكري، لكن مرات واحد يكون شرس في المعامله، عدواني، يعيط ويخبط ديما، ها خلوله، ها ما تاكلوش عليه، ديما تجنب لهم، لكن هم تحبهم سوسوه. النتاج هذا بصير عليه تراكمات حتى لما يكبر، لما يكبر بيقولوا له اه هذا محمد تحب امه تجوزه، حتى مرته بتحبها وهو يحب امه، وجوزها احيانا بيقول لها لا. نعم. هل نتيجه هذا التفريق والتمييز هي عقوق في الكبر؟ هل نقول للأبوين اليد أوكت والفم نفخ؟ لا ما نقولش، هو ما نقولش يداك أوكت وفوك نفخ، لكن هما يداك أوكت وفوك نفخ بطريقة ما هيش مقصودة، ما تقصدش هي تفرق الغالب، القلب هو قلب والكبد واحدة، لكن هات من ضروري ما نفهم الأبناء أن أمك تعمدت التعامل مع أخوكم هذا والأختكم نتيجة كذا كذا كذا، لازم هي هو الخلل فهي لازم تحتويهم وتفهمهم باش حتى لما يكبروا. نعم. وتلك الأعربية لما سألوها عن أحب أبنائها إليها قالت الصغير حتى يكبر، والغائب حتى يعود، والمريض حتى ايوه، لي اسباب في النهايه تلمهم كلها نفس الكلام. نعم. يعني فيما يتعلق بهذه الجزئيه، عفوا استاذه لطفيه وعذرا على المقاطعه لان الوقت يعني بقيت معي دقيقتين فقط. المقارنه بين الابناء من حيث الجمال والذكاء والنشاط او نحو هذا يخلق غيره وكرها في الكبر بين الابناء، صحيح؟ هو 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 صح في بعض المجتمعات، زي نشوف مثلا عائله فيها زي ما نقولوا مثلا بنيه جميله جدا جدا والثانيه مثلا سمراء وهذه شعرها، ما نحسش اني ان هذه احسن، لكن في بعض المجتمعات ديما يميلوا ان بيبرزوا الشخصيه هذه اكثر وبيتكلموا عليها اكثر، والناس الثانيه اللي بيجوا مثلا فتره خطبه كذا بيدوروا هذه بتمشي قبلها والثانيه هي قعدت، او الولد هدايا هذاك مثلا فارع الجمال طويل كذا، ففي ناس بعض المجتمعات تنظر للشيء في نوع من جلب الانتباه واعطيهم اهتمام اكثر، فالثاني بيحس وهذا بيولد تراكمات، وحتى في الجايب تبدا فيه تراكمات اسريه ما لهاش نهايه. نعم. استاذ ساسي، ما دور المجتمع بكافه مؤسساته في التوعيه والتثقيف والتعريف بظاهره العنف ضد الاطفال؟ حتى نستطيع يعني ان نحد من هذه المشكله او نعالج هذه الظاهره. طبعا التوعيه مهمه جدا جدا، لان لما يندر موضوع توعيه في اي موضوع هيقلل من المشاكل نتاعها او النتائج نتاعها. التوعيه ما تقضيش على المشكله، لكن التوعيه على الاقل تحد منها. اهم شيء طبعا الناس المسؤولين سواء كان في مؤسسات تعليميه سواء كان في وزاره الشؤون الاجتماعيه او الشباب والرياضه معنيين بهذا الموضوع، لان العنف ما عمره ما نحكم على الطفل انه هو الجاني، الجاني هو اصل الشخص اللي وقع العنف على الطفل في حد ذاته هو اللي خلاه يوصل لهالدرجه هذه. لو كنا احنا اعطينا فرصه للطفل انه يعبر لنفسه ويتواصل معنا رقللنا من العنف اللي يصير مع الاطفال بصفه عامه. مش اي طفل ارتكب مشكله انه قاصد المشكله، او مش اي طفل ارتكب فعل مشين انه قاصد الشيء هذا، لابد في تراكمات وفي مشاكل يعاني منها الطفل خلته انه يوصل لهالدرجه هذه. راه الطفل غير ملام، وانا الناشد شركه الكهرباء الامتحانات على الابواب يتق الله سبحانه وتعالى ويساعدوا الناس. هذه كيف دخلتها هذه؟ دخلتها ما هو الامتحانات قريب وبيقروا الصغار وبيسهروا وبينقطع الضي 4-5 ساعات وقطع الكهرباء على الاطفال ايام الامتحانات، هذا أكيد. من العنف ضد الاطفال وجعاز نتاع اسمها من العنف ضد الاطفال اكيد، من العنف. ايه لما بيهرب الضي وفرض مثلا العائله ظروفها تعبه ما عندهمش حق المولد باش يخدموه، والعائله اللي هو بيقرا وتلقاه في ضيق مشكله هروب الضي حتى فتره الليل. شكرا. على الاقل يهربوه الصبح ويهربوه في النهار على الاقل. شكرا جزيلا لك الاستاذ ساسي موسى، اخصائي وارشاد النفسي وتعديل السلوكي. ايضا الشكر لك استاذه لطفيه التير، مدير الاداره العامه لرياض الاطفال بوزاره التربيه والتعليم. الشكر موصول لكم. أنتم مشاهدين على كرم المتابعة، أنقلوا عن الأستاذ ساسي موسى أنه يقول انقطاع الكهرباء على الأطفال أيام الامتحانات هو عنف ضد الأطفال. لكم مني أنا الفيتوري غانم أطيب المنى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سابق الطير ونجاري هو نطير، آمنا بتغيير شباب حقق حي.